أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. منذ بداية تأسيس الحشد الشعبي بفتوى من رجل الدين علي السيستاني عام 2014، وهو مصدر للخلافات والمشاكل بين الأطراف المختلفة، بدأت باعتراضات السنة على الانتهاكات التي ارتكبها هذا التنظيم الميليشياوي بحقهم، لتنتقل اليوم إلى الأطراف الشيعية بسبب الخوف من تنامي الطموحات السياسية المستقبلية لهذا التنظيم والمتمثلة برغبته في الاستحواذ على الدولة ومصادرة قرارها السياسي والعسكري لصالح إيران، تلك الدولة التي يواليها حتى عاد حيدر العباد ليطلق وجبة جديدة من الوعود. لكن هل سيتمكن من تحقيق هذه الوعود أم أنها حبر على ورق؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل لقائنا هذا لنتابع معا التقرير التالي. 885 يوما هي الفترة التي مرت منذ أن بدأ رئيس الوزراء العراقي دكتور حيدر العبادي بإطلاق وعوده بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في حكومة العراق، بعد انهيار الاقتصاد العراقي واختفاء الأموال العامة وخروج الشعب في تظاهرات إلى الساحات مطالبين بإصلاحات في الحكومة العراقية ومحاسبة المقصرين. ووسط تحديات سياسية كبيرة وأزمات متعاقبة يعيشها العراق وحالة الشد والجذب بين المؤيدين والمعارضين، بقيت الإصلاحات تراوح مكانها ولم تتجاوز بعض الخطوات التي لم تحقق شيئاً، لتختفي بشكل كامل مع بداية مرحلة الاستعداد للانتخابات والتي تعد المرحلة الأهم بالنسبة للكتل والأحزاب السياسية التي تسعى بعضها لتحقيق منافع شخصية على حساب الشعب. وفي آخر التقارير قال موظف رفيع في أمانة مجلس الوزراء العراقي رفض الكشف عن هويته إن نسبة الإصلاحات المتحققة بلغت 20% فقط، وتمثلت في عملية طرد بعض ما اصطلح عليهم بالفضائيين وإلغاء المرتبات الخاصة بهم وتقليل مرتبات الدرجات الخاصة ودمج بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الربحية. وأضاف الموظف أن العبادي لم ينفذ أي شيء مما تبقى، وأبرزه إخراج الأحزاب من المقرات والمباني المملوكة للدولة وإلغاء المناصب الفخرية وتحقيق التوازن داخل مؤسسات الدولة وتقديم المتورطين بقضايا الفساد الكبيرة إلى القضاء وإصلاح مجلس القضاء الأعلى وإصلاح ومراجعة بعض فقرات الدستور العراقي المثيرة للطائفية واستقدام لجنة دولية لمعرفة مصير أموال العراق الضائعة في عهد حكومة نور المالكي وتحسين سعر صرف الدينار العراقي وإلغاء مرتبات التقاعد لأعضاء مجلس الحكم المشكل بعد الاحتلال وإلغاء احتكار جهات سياسية لمناطق عامة كالحدائق والمنطقة المنتجعات السياحية والقصور السابقة لرموز النظام السابق. واليوم العبادي يطلق وعودا جديدة تتعلق بسحب السلاح من يد الميليشيات وعدم السماح لها بالدخول في العملية السياسية، لكن كل المعطيات تؤشر على أنه غير قادر على ذلك. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، دعوني في البدء ارحب بضيفي معي داخل الاستوديو رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر الاستاذ مصطفى كامل، حياك الله. اهلا وسهلا، حياكم الله. اهلا بك. وايضا معنا عبر سكايب من لندن استاذ العلوم السياسيه الدكتور سعد ناجي جواد، اهلا ومرحبا بك دكتور. اهلا بك. اهلا بك. ابدا معك استاذ مصطفى، كيف تعلق على البرنامج الحكومي للسيد حيدر العبادي منذ قدومه وحتى الان؟ أولا أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأرحب بالأستاذ الدكتور سعد ناجي جواد الذي سنتشرف بانضمامه إلينا. الحقيقة قبل الحديث عن البرنامج الحكومي لحكومة حيدر العبادي دعونا نبحث في أصل اختيار هذا الشخص لهذا المنصب. حيدر العبادي اختير من قبل قيادة حزب الدعوة بشكل رسمي وكبديل رسمي لنور المالكي، يعني طبعا هذا حصل عندما ظهرت اعتراضات من بعض الكتل السياسية على المناصب على المطامع التي يعني كانوا يريدونها وليس على مصالح العراق وشعبه، لأن الاختلاف بين أقطاب العملية السياسية ليست على مصلحة العراق. هذا بالضبط هو نفس السيناريو الذي اختير فيه المالكي بديلا عن الجعفري عام 2005. أفضل وصف
يطلق على الفرق بين حيدر العبادي ونور المالكي، أن حيدر العبادي هو صدى لصوت نور المالكي، أو أن حيدر العبادي أن اسم رئيس الوزراء الحالي هو حيدر العبادي لكن وظيفته هو نور المالكي. العبادي بالتالي هو جزء أساسي من حزب الدعوة، وهذا الحزب كما اتضح طيلة السنوات الماضية هو الأقدر على تنفيذ برنامج تدمير العراق، دون طبعا أن نغفل الأدوار الأخرى التي قام بها أقطاب العملية السياسية الآخرين من سنة ومن شيعة ومن أكراد العملية السياسية. هذا الحزب هو من يتولى رئاسة السلطة التنفيذية طيلة السنوات 13 الماضية على الأقل، وسوف يبقى يتولاها حتى حين كما يبدو. هذا الحزب هو من تولى نهب خيرات العراق، هو من تولى تدمير بنية المجتمع العراقي، هو من تولى تدمير كل مؤسسات الدولة العراقية بكل معنى الكلمة. وبالتالي حيدر العبادي هو ابن هذا الحزب، وهو متشرب تماما بالأفكار الطائفية وبالممارسات الطائفية. يعني هكذا حتى إحدى الوثائق الأمريكية التي سربت في موقع ويكليكس كانت تتحدث عن هذا الموضوع. عودة إلى سؤالك، يعني الحقيقة منذ البداية كان واضح أن حيدر العبادي، وهذا حقيقة أنا كتبته في اليوم الأول للتصويت على حكومته، لن يحدث تغييرا في العراق. البرنامج الحكومي الذي أعلنه مستحيل التحقق، ليس فقط لأنه كذاب وهو كذلك طبعا لا كباقي أقطاب العملية السياسية، لكن لأن هذا البرنامج غير قابل للتحقق بسبب ظروف العراق المعروفة أيضا. الآن بعد مرور حوالي 3 سنوات ونصف من الإعلان هذا البرنامج والتصويت عليه في مجلس النواب، يتضح لنا أن هذا البرنامج الذي وضع له عنوان اسمه إعادة بناء الدولة العراقية لم يتحقق منه أي شيء. الحقيقة الذي تحقق في زمن حكم حيدر العبادي تحقق مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي استعادة المدن من تنظيم داعش التي استولى عليها تنظيم داعش في عهد المالكي، وهذا أمر حقيقة لم يكن ليحدث لولا الدعم الأمريكي الهائل الذي حصل، وإلى الحد الذي الولايات المتحدة في كل تصريحات كل المسؤولين الأمريكيين دائما يعلنون أنه عندما يتوقف الدعم يتوقف التقدم القوات الحكومية العراقية. الشيء الثاني الذي حصل هو تحجيم المطامع التي أبداها المسيطرون على شمال العراق، وتحديدا مسعود برغزاني، في التمدد خارج الحدود التي متفق عليها. مسعود برغزاني تمدد خارج حدود ما كان متفقا عليه في مؤتمرات المعارضة الخيانية قبل غزو العراق، وبالتالي جرت إعادته إلى الحجم الحقيقي الذي تم الاتفاق عليه مسبقا. ولنكن يعني واقعيين، هذين الأمرين اللذين تحققا في عهد حيدر العبادي، أولا موضوع استعادة المدن جرى بكلف هائلة باهظة الثمن، دمرت كل معالم الحياة في هذه المدن، قتل مئات الآلاف من أبنائها أو عشرات الآلاف من أبنائها، هجر الملايين من سكانها. طيب، لم تعد هذه المدن قادرة على الحياة مرة أخرى. أيضا في موضوع البغزاني، تمام، صحيح جدا أنه جرى تحجيم مطامع البغزاني، ولكن باختراع مزيد من الأزمات ومزيد من النفوذ الإيراني. هذا هو تعليقي على برنامج الحكومي لحيدر العبادي خلال السنوات 3.5 الماضية. دكتور سعد، بالكلام عن البرنامج الحكومي قبل أن ندخل في الوعود التي لم تتحقق، البرنامج الحكومي الذي أطلقه العبادي كان يعني مبدئيا أن تكون حكومة تكنوقراط، أن تكون حكومة مدنية، أن تكون حكومة لكل شعب، وأن تكون هنالك الكثير من الإصلاحات، لكن المواطن العراقي لم يلمس شيء من هذا. لماذا؟ ابتداء تحياتي لك ولضيفك الأخ الكريم مصطفى، وحقيقة أنا سعيد بأن أرى بعد كل هذه المدة. حياكم. لا، ابتداء يجب أن نقول إنه السيد العبادي لم يكن له أي برنامج واضح، هذه حقيقة يجب أن تقال، وما قاله في البداية كله لم يتحقق. يعني أول شيء قال إنه سيؤسس أو سيشكل حكومة من التكنوقراط ومن الناس البعيدين عن الأحزاب التي هي كانت سبب في إيصال العراق إلى هذه النتيجة، والفساد اللي ارتكبته،
الابتعاد عن المحاصصة وكل هذه الأمور لم يأخذ بها، وبالتالي أجبر أو هو كان على الأقل مستعد لقبول الترشيحات التي من تأتي من الأحزاب الفاسدة والتي هي جزء من فشل العراق من عام 2003. هذه نقطة تسجل ضده، نعم. ولحد هذه اللحظة ونحن نسمع منه حديث كبير وطويل وعريض عن محاربة الفساد، وفي الحقيقة لحد هذه اللحظة لم نشاهد أي إجراء حقيقي محاربة الفساد. الفساد لا يزال مستمر، إدارة المال العام لا يزال مستمر، نعم. والفاسدون لا يزالون يتحدثون بصوت عالي وأعلى صوتا من هم خارج أو غير ملوثين. أنا طبعا في مقالة كتبتها أو في مقابلة تلفزيونية أجريتها قبل سنة تقريبا أو أقل، تحدثت عن إنه الفساد في العراق والفاسدين من البرلمانيين والوزراء والمسؤولين، نعم، أقدر أقول بنسبتهم 99.9%، نعم، واللي كان معي يشترك في البرنامج انزعج من هذا الكلام، لكن طبعا لأن هو واحد من النواب الذين متهمين أو عليهم شهادات. نعم. لكن صديق آخر، صديق أستاذ كبير محترم، قال لي أنت مخطئ، الفساد هو 100%، إن حتى الشخص الذي يتقاضى راتبا أعلى مما يقدمه أو لا يتساوى مع ما يقدمه من خدمات فهو فاسد، وبالتالي فهم 100% فاسد. لكن أنا حقيقة أرجع وأقول لكن هذه المسألة مسألة كبيرة. أنا أعتقد الآن محاربة الفساد أكبر بكثير من السيد العبادي المعروف بضعفه والمعروف بتردده والمعروف بانتمائه لحزب الدعوة الذي كان هو الأساس في استشراء الفساد، وهو الذي دعم السيد العبادي، وبالتالي عندما لم يخرج العبادي أو السيد العبادي من هذا الحزب ولم يشكل تنظيم جديد، فنحن نفترض أنه هو لا يزال تابع لهذا الحزب الذي هنالك شبهات واتهامات وملفات فساد على قيادي جميعا. العملية الآن عملية ترديد مسألة الفساد 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 هي حقيقة عملية لا تخدم ولن يستفيد منها أي طرف من أطراف العراق أو من أبناء العراق. نحن وجدنا أنه مثلا الآن بدأوا يتحدثون عن خطة 5 وخطة 20، هذه كليتها حقيقة غير مبنية على أسس واضحة. غير نعم. الآن هم يقولون أنه ميزانية العراق تكاد يعني بالكاد تكفي لدفع الرواتب لموظفين وهميين هنا في إنجلترا وفي كل العالم. موظفين لم يصلوا إلى العراق يأخذون رواتبهم، خدموا في البرلمان لمدة 2 أو 3 شهور وما يسمى بالبرلمان أو الجمعية الوطنية، ويأخذون 10 أو 15 سنة رواتبهم كاملة هنا ولا يقدموا أي شيء للعراق. هذه المسألة إذا لا تحارب أو تواجه من جذورها لا يمكن أن يكون هنالك حل للفساد. السيد العبادي يقول ونحن انتظرنا منه كثيرا، لكن الإنصاف يجب أن يقال أنه موقفه من احتلال المدن التي تركها السيد المالكي محتلة ويعيث بها الإرهاب سادا، هذا كان يعني حقيقة يحسب إلى أو يحسب مو إلى للجيش العراقي، لكن بما أنه هو القائد العام بالقوات المسلحة بين قوسين استطاع هذا الجيش البطل أن يعيد تنظيم نفوذ يعني نفسه وأن يستعيد المناطق التي احتلها تنظيم داعش. يجب أن لا نبخس حق هذا الجيش في هذا. نعم الكلفة كانت عالية، نعم هنالك خطف وهنالك قتل من ميليشيات منفلتة، نعم، لكن الأساس الأراضي تحررت ودحر داعش، والآن
يعني أبناء الموصل أنا أسمع منهم وأبناء الرمادي وأبناء يعانون من فساد أبناء الموصل ويعانون من فساد أبناء الرمادي ومسؤوليهم أكثر مما يعانون من الحكومة العراقية. ثم موقفه الذي وقف أمام مطالب أو امتدادات حكومة إقليم كردستان والاستفتاء وما شاء وما تقام من تطورات، أنا أعتقد هذا أيضا طيب يحسب إلى أنه استطاع أن يحجم هذه نعم الأشياء ويوقفها عن حلها. نعم أستاذ مصطفى، حيدر العبادي عندما كلف بتشكيل الحكومة في عام 2014 قدم الكثير من الوعود الإصلاحية، هل تعتقد أنه حقق شيء من هذه الوعود إلى الشعب؟ حيدر العبادي عندما قدم برنامجه الحكومي الذي قلنا أنه غير حقيقي ومستحيل التحقق، والذي وصفه الأستاذ الدكتور سعد أنه أصلاً لم يقدم برنامج في الحقيقة، هو وتحدث عن الالتزام بكل مواد الدستور، وهذا أمر طبيعي، يفترض أن يتحدث رئيس الوزراء أو يعمل المسؤول الأول وكافة المسؤولين الآخرين حسب مواقعهم الوظيفية عن الالتزام بالدستور. طيب ماذا عن المادة 142 في الدستور التي تتحدث عن تعديل هذا الدستور ضمن مدى 4 أشهر من تاريخ إقراره في العام 2005؟ وطبعا الآن الدستور الكل يتحدث أن هذا الدستور هو الذي دمر العراق، هو لديه فيه مساوئ كبيرة، ثبت أركان المحاصصة إلى آخره، وبالتالي هذا لم يحدث نهائيا. هل تم إعادة، تحدث العبادي عن موضوع إعادة بناء الدولة المدنية ودولة العدالة والمواطنة، هل تحدث هذا؟ هل حصل هذا؟ بالتأكيد لم يحدث، بالعكس الذي حصل أن أعطيت مزيد من الصلاحيات للميليشيات، صلاحيات شبه مطلقة. الآن الميليشيات تهيمن على العراق بشكل كامل تقريبا، تم اعتبار هذه الميليشيات جزء من القوات المسلحة النظامية الحكومية، تم إقرار قانون يمنح المزيد من الحصانة ومزيد من الحماية من جرائم الحرب البشعة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبوها في المدن أثناء عملية استعادتها من تنظيم داعش الإرهابي. جرت في مدن غرب العراق، وسط العراق، جرف الصخر، نينوى، الموصل، حدثت فيها مجزرة هائلة بسبب هذه الميليشيات. أيضا في العودة إلى أصل المشكلة التي تحدث عنها أستاذنا الدكتور سعد ناجي جواد، وهي قضية المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية التي يعني تتحكم في العراق وتحكم كل شيء في العراق من أعلى منصب إلى أدنى. حيدر العبادي اعترف خلال إعلان هذا البرنامج الحكومي في أيلول 2014 بأنه هو لم يختر فريقه الوزاري، وأن الوزراء فرضوا عليه فرضا. وأنا الآن أسأل، هل تم أو أتساءل، هل تم إلغاء أو تحجيم هذا النظام المحاصصي؟ بالطبع لا، هل بل إن التغيير الوزاري الذي حصل في العام 2015 كان بترشيح من قبل عمار الحكيم. نعم دخلوا وزراء من التكنوقراط في النفط، في النقل، في التعليم العالي، لكن هؤلاء كانوا باعتراف عمار الحكيم نفسه أنهم وزراء من ترشيحه، وبالتالي هذا البرنامج الذي أعلنه لم يتحقق منه أي شيء ولم يلتزم حتى بالدستور إطلاقا. نعم دكتور سعد، أنت والأستاذ مصطفى اتفقتما على أن حيدر العبادي له موقفان فقط، وهو استعادة المدن من سيطرة تنظيم الدولة، وأيضا موقفه أمام الاستفتاء أو قضية الانفصال الأكراد عن العراق، لكن هو لديه الكثير من الوعود فيما يخص حياة الشعب والمواطن العراقي، وأنت قلت أنه لم يكن يمتلك برنامج حكومي، وما سبقه من حكومات كانوا يسيرون على نفس النهج. المواطن العراقي ماذا استفاد من هذه الحكومات؟ يعني أخي الكريم، إحنا لا ننسى أنه هذه التركيبة التي جاءت عام 2003 جاءت لتكون هكذا، طائفية، محاصصة، تابعين لأمريكا، أمريكا تفرض الشخص الذي تريده. أصلا أخي الأستاذ مصطفى قال أنه الأحزاب الكردية فرضت أو طلبت أو قامت بأعمال
خارج عما كان يتفاوضون عليه عندما كانوا في الخارج. لا، أنا أصحح له إذا يسمح لي. أصلا هم وهم في الخارج يتفاوضون، الأكراد كانوا يصرون على إقامة كيان مستقل في منطقة كردستان العراق، وكل هؤلاء الموجودين من الأحزاب التي كانت في المعارضة، جميع القيادات لا أستثني أحد، كانوا يسمعون هذا الكلام ولا يردون عليه. وبالتالي لما السيد مسعود والسيد جلال والحزبين الكرديين تمادوا في تصرفاتهم، لأنهم كانوا واثقين مما كانوا يقولون وما كانوا يسمعون من الباقين. المواطن العراقي الآن تسألني أنت عليه، المواطن العراقي سحق، ولكن مع الأسف لما تجري الانتخابات يعود المواطن العراقي وينتخب نفس الوجوه، نفس الوجوه الفاسدة، نفس الوجوه الطائفية، نفس الوجوه العنصرية، نفس الوجوه التي لم تفعل شيئا للعراق. لا، بل الآن وبعد أن سرقوا المليارات أصبحت لهم محطات تلفزيونية وإعلام ويصرخون بأعلى أصوات، وتظهر وجوه أكاديميين وأساتذة ومثقفين ومتعلمين يدافعون عنهم، يقول لا تمس فلان ولا تمس فلان، هذا إنسان عظيم وهذا إنسان كبير، على الرغم من أنه هذا الشخص هو سارق ودمر العراق. هذه هي المشكلة، عدم وجود الوعي بالفساد الموجود. الآن شوف أنت المسؤولين كلهم يذهبون إلى الموصل وإلى الرمة، كل يوم تشوف لك مسؤول ويتحدث إلى الناس، والناس تجابههم بعنف وتقول لهم ما لم تفعلوا لنا شيئا ولم تأتوا إلا بعد أن حان وقت الانتخابات. وبالتالي حتى إعادة النازحين قسرا الآن هي لخدمة هؤلاء الفاسدين حتى يعاد انتخابات. وأنا أكد لك إذا جرت الانتخابات، وستجري هي الآن طبعا في هذا، في ظل هذه الظروف ستشاهد نفس الوجوه الفاسدة الكالحة في البرلمان وتتحدث بنفس الصوت العالي. إذا لا تتخذ الحكومة أو السيد العبادي، إحنا نظل، أنا شخصيا ما أعرف الباقين، في كتاباتي وفي محاولاتي وفي حديثي أظل أدق على الوتر الذي يتحدث به السيد عبادي، عسى ولعل أن يحدث منه شيئا أو أن يفعل فيه شيئا. هو يقول سأحارب الفساد، خلي روينا نتمنى. إذا الناس ما تشاهد بعينها أقطاب الفساد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أي واحد منهم، واحد خمسة منهم في المحكمة ويدانون، أنت شايف محكمة تتهم شخص بالفساد وحاكم قاضي يعتبر نفسه قاضي محترم يحكم على شخص بالفساد، ثم بعد ستة أشهر يبرئه بناء على كتاب أو بناء على شهادة الشاهد الحقيقي والأصلي شاهد الملك على فساد هذا الشخص، يهرب ويطلعوه من السجن ويعطوه طبعا فرصة للسفر، يذهب إلى لبنان، ولبنان متروسة بما يعرف بكتاب العدول، هذول يعني محامين يأخذون موافقة من الدولة اللبنانية في أن يصدرون شهادات، يدي بشهادة مقايرة أمام واحد من هذول كتاب العدول وترسل إلى المحكمة، والحاكم يصدر قرار ببراءة هذا المتهم، المتهم بالفساد وعليه كل قضايا الفساد بدعوى أنه جدي شهادة مغايرة. المحاكم اللبنانية لا تأخذ بمثل هذه الشهادة، الحاكم العراقي المحترم أخذ بها وبرأ المتهم وأخرجه من السجن. السيد العبادي لم يفعل شيئا، هذا ولا مجلس القضاء الأعلى ولا كل الادعاء العام، هذا الشيء لا يستقيم مع الادعاء بمحاربة الفساد. قبل أيام قال السيد العبادي أنه البعض يجبرنا على أن نستعجل في محاربة الفساد، نحن لا نستعجله، نحن نريد منه أشياء ملموسة حتى المواطن يشعر. الآن الدولة سرق من عدها ما لا يقل، إذا أكون شوية يعني مو منصف بس يعني
اتنازل عن الارقام التي تقال، ما لا يقل عن 300 الى 350 مليار دولار ذهبت فسادا. هل استرجع السيد العبادي اي دينار او دولار من عندها؟ لا، تصدر احكام على مساكين، هذا اخذ 1000 دولار رشوه، هذا اخذ 2000 دولار رشوه، هذا اخذ 1000 دولار رشوه على هؤلاء، والباقين كلهم يصدر قرار على شخص يتهم بالفساد ويسجن. واحد تلزم القوات الامريكيه وتهربه الى الخارج، والاخر السيد المالكي ينقله من سجن الى سجن الى جنوب العراق ويخرج ويهرب ويذهب الى خارج العراق بالمليارات التي سرقها. هذا هو ليس محاربه للفساد، لكن اعيد واقول لك اتمنى ان يكون المواطن العراقي قد وعى اللعبه، وفي الانتخابات القادمه لن ينتخبون. بس انا اقول لك وانا مطمئن 90% من هؤلاء الفاسدين سيعودون بالانتخاب بالاصوات العراقيه. نعم، مشاهدينا الكرام، برنامج حوار سياسي مستمر وفيه فاصل قصير ومن ثم نعود. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ابدا معك استاذ مصطفى. استاذ مصطفى، هذه الاخفاقات او هذه عدم الايفاء بالوعود، هل يتحملها حيدر العبادي وحده ام هناك من يشاركه في هذه العمليات؟ لا، بالتاكيد طبعا العبادي هو ليس وحده يتحمل، العبادي جزء من نظام فاسد واكبر منه بكثير، هو نظام المحاصصه ونظام العمليه السياسيه. العبادي هو مجرد واجهه لهذا النظام، العبادي ايضا هو جزء قيادي من حزب الدعوه وهو مجرد واجهه لهذا الحزب الاجرامي في العراق، بالتالي من يتحمل وزر هذه الإخفاقات وهذه المشاكل التي يعيشها العراق هو كل من اشترك في هذه الحكومة وكل من وفي البرلمان وكل من سار في ركاب العملية السياسية التي تجري في العراق، التي هي مشروع الاحتلال في العراق. بقدر تعلق الأمر بالجرائم التي يتعرض لها سنة العراق مثلاً، هؤلاء من يتحمل وزر هؤلاء هذه الجرائم بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق هم من ادعى تمثيل هذه المجموعة، هم من ادعى تمثيل هذه الشريحة من الشعب. يعني أنا في قبيل موضوع التصويت على برنامج حيدر العبادي جرى حديث عن أن من هؤلاء الذين يدعون تمثيل سنة العراق أننا لن نوافق على البرنامج الحكومي ما لم تضمن ورقة حقوق المحافظات المنتفضة في حينها بالبرنامج الحكومي. الآن مضت 3 سنوات ونصف على الموضوع، ليس لم تضمن فقط، وإنما الآن حقوق أهالي هذه المدن المنتفضة بين قتيل ومهجر ومسجون. يعني هؤلاء الذين يتحملون هذا وزر هذه الإخفاقات مع حيدر العبادي ومع كل الطاقم السياسي هم الذين ادعوا، يعني ليسوا فقط تغافلوا عن هذه الحقوق، لكن من ادعى تمثيل السنة فشل تماما في الدفاع عن حقوقه وفي منع أي من الجرائم التي لحقت بالسكان الذين صعد على أكتافهم إلى البرلمان وادعوا أنه يمثلهم. لم يتمكنوا من إعادة نازح واحد ولا مهجر واحد إلى داره.
ما يزال منظري هذا الفشل الخطير الذي يحصل ينظرون للاستمرار في العملية السياسية وكأنهم قادرون على تغييرها. قبل أسابيع قليلة تحدث أحد منظري أو أحد مروجي هذا المشروع السياسي لسنة العراق كما يقال أن يدعو إلى الاستمرار، يدعو السنة إلى الاستمرار في العملية السياسية حتى لو حصل ممثلو السنة على مسمار في جدار البرلمان. هو يعرف أن أحباء في طيلة السنوات الأربعة عشر الماضية والخمسة عشرة سنة الماضية كانوا يدقون هذه المسامير ولم يسمح لهم حتى بتعليق معاطفهم أو جاكيتاتهم على جدار البرلمان، وهم الآن بين شريد وسجين وقتيل، ومع ذلك يروجون لهذا الفشل باستمرار. دكتور سعد، اليوم نحن أمام أزمة جديدة في العراق وهي أزمة الحشد الشعبي. اليوم حيدر العبادي يبدو أنه متخوف من هذه الميليشيا، أيضا هنالك مطالب من الداخل، التيار الصدري مثلا يطالب بحل الحشد الشعبي أو بسحب السلاح من يد الحشد الشعبي وحصره بيد الدولة. خارجيا إيمانويل ماكرون مثلا الرئيس الفرنسي طالب بحل الحشد الشعبي نهائيا. واجه حيدر العبادي هذه المطالب بالرفض، لكنه بفترة أخرى يقول يجب علينا أن نسحب السلاح من يدهم وأن نحجمهم وأن لا نجعلهم متمكنين من الدخول إلى العملية السياسية، علما أن قادة الحشد خرجوا وأعلنوا جهارا نهارا أنه لن يتمكن من ذلك وتحدوه في ذلك. كيف تعلق على هذه القضية بالذات؟ يعني أيضا في هذا المجال إذا تسمح لي، يعني في البداية ظاهرة الحشد الشعبي التي بدأت ردا على احتلال داعش كان لها دور في مواجهة تقدم داعش، لكن شأنها شأن أي مسألة أخرى بدأت تتطور وأصبحت الآن ظاهرة مقلقة للدولة العراقية على الأقل ولرئيس الوزراء، وخاصة لما ظهر من بيناتهم فصائل تقول علنا ليس فقط نحن لا نتبع رئيس الوزراء ولكن نتبع دولة أجنبية، دولة أخرى، قيادة أخرى غير قيادة العراق، وهذا هو الخطر في هذه التنظيمات. اثنين، مع الأسف أنت تعرف وأنا أعرف وكل من عاش في العراق، أي تنظيم مسلح ميليشياوي خارج عن سيطرة السلطة لابد وأن يتصرف بهذه الطريقة، لا أكو انضباط عسكري ولا أكو قانون يردعهم ولا أكو دولة قوية خاصة مثل دولة العراق الآن تقف في وجههم، وبالتالي فهم يتصرفون كما يشاءون. السيد العبادي غير قادر، أنا أكد لك غير قادر على مواجهتهم كشخص أو كحزب أو كحكومة. السيد العبادي يستطيع أن يفعل شيء واحد، وهو أن يعيد الاعتبار الكامل والمكانة للجيش العراقي، وهذا الجيش هو الكفيل بأن ينهي كل المظاهر المسلحة إذا كان مثل ما يبدو في قسم من يعني من 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 تشكيلاته جيش نظامي وجيش مهني وجيش استطاع أن يثبت نفسه في الأيام، هذا الحل الوحيد. لكن السؤال الأكبر هو هل تسمح الولايات المتحدة بأن يكون هنالك جيش عراقي مهني قادر على حفظ وسلامة العراق؟ لا تسمح، لأن هي بالأساس لما أتت في عام 2003 كان هدفها الأساسي حل الجيش العراقي خدمة لإسرائيل ولأطراف أخرى. طيب. وشكلت تنظيمات ميليشياوية شفنا نتيجتها ب 2014. هل تقبل إيران الآن المتنفذة في العراق في أن يكون دور الحشد الشعبي أو على الأقل مو كل الحشد الشعبي، الفصائل التابعة إلى إيران أن يخفض دورها؟ نعم، الآن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا طيب كلهم يشجعون السيد العبادي على إنهاء دور الحشد، لكن كيف يستطيع؟ أنا أعتقد
انه هو اضعف من ان يقوم بهذه المهمه. طيب دكتور سعد، تعقيبا على 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 نقطه واحده، وهي انك ذكرت انه هنالك بعض الفصائل تعلن جهارا نهارا ولائها الى الولي الفقيه او الى ايران، لكن جميع فصائل الحج تقول نحن لا نأتمر بأوامر السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ولا بأوامر مكتب العام للقائد العام للقوات المسلحة، نحن كلنا نأتمر بأوامر الولي الفقيه وأوامرنا تأتي من هناك أو قاسم سليماني. هذه النقطة الوحيدة. أستاذ مصطفى، حيدر العبادي من جهة يطلب تعجيم الحشد، ومن جهة يرفض حل الحشد، ومن جهة أخرى يرفض دخول الحشد إلى عملية سياسية، بينما قادة حشد يقولون أن هذا الأمر كله ودعاياته هذه هي دعاية انتخابية ليس إلا. كيف تعلق؟ شوف، عندما يرفض حيدر العبادي حل الحشد أو تحجيمه فهو يعبر عن حقيقته تماما. وعندما هو يعرف أن الحشد هو سبب وجوده في السلطة وهو الذي يمسك بالسلطة فعلا، عندما يطالب بتحجيم الحشد أو حله، إنما هو يمارس عملية الخداع والتضليل للمجتمع الدولي وللأطراف الأقليمية التي تطالبه بذلك والتي تحدث عنها الأستاذ الدكتور سعد. نعم. هذه هو المسؤول الأول، التنفيذي الأول، والمسؤول التنفيذي الأول لا يطالب ولا يدعو وإنما يأمر، وبالتالي الدستور يمنحه هذه الصلاحيات باعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة. نعم. لا يفعل لأنه غير قادر وغير راغب أصلاً. هو يحاول الالتفاف بسبب هذه الضغوط التي يتعرض لها من قبل بعض الأطراف الإقليمية والدولية، هو يحاول الالتفاف عليها، وقد جرى ذلك باتفاق أعلن من بعض الجهات أنه جرى اتفاق بينه وبين قاسم سليماني تحديدا في موضوع أن يغير الحشد، إيجاد صيغة لتغيير الحشد لجلده ويلبس الملابس المدنية ويشارك في الانتخابات. الأطراف الإقليمية والدولية التي تواصل الدعم العبادي مقابل هذه التعهدات التي يقدمها هو بحل الحشد أو تحجيمه، هي إما جاهلة بحقيقة الأمور في الواقع في العراق، أو أنها تعلم بالحقيقة وهي تتغاضى عنها، وبالتالي الحقيقة الأطراف التي الجاهلة أو التي تعلم بالحقيقة وتتغاضى عنها لا يمكن أن تكون جزء من الحل. بالطبع الذي يجري هو دعاية انتخابية في هذا المجال، وأيضا هو تضليل للرأي العام الدولي والجهات الإقليمية والتي تفرض على حيدر العبادي مثل هذه الضغوط. بعد أسابيع قليلة سيعقد مؤتمر المانحين في الكويت في شباط القادم. العبادي في هذا المؤتمر، والآن يجري الحديث عن 100 مليار دولار لإعادة أعمار العراق، يسعى إلى توريط الدول المانحة في توفير مزيد من السيولة المالية للنظام لكي يمارس عملية النهب الواسع هو وحزبه وأقطاب العملية السياسية من جهة، ومن جهة أخرى يديم مخطط تدمير العراق والشعب ما يزال فقيرا وبعيدا عن تحقيق أي من احتياجاته ومتطلباته. دكتور سعد، أنت ذكرت نقطة وهي أن الشعب العراقي ساهم أيضا في بقاء هذه الوجوه الكالحة كما أسميتها عن طريق الانتخابات، لكن بمجرد أن يذكر اسم سياسي أمام أي مواطن من الشعب العراقي تغلب صفة الكاذب عليه، فجميع وعوده كاذبة، أحاديثه كاذبة، خطاباته كاذبة، لا يقدم شيء إلى المواطن العراقي. ألا تعتقد أن الانتخابات ليست وحدها هي المساهمة في بقاء هؤلاء في مناصبهم، وأيضا هنالك قضية وهي قضية التزوير التي تحصل في أي انتخابات في العراق، وهنا تكمن المسؤولية على المجتمع الدولي؟ يا أخي العزيز، يعني أنا لما أتحدث عن العراق، أولا اسمح لي ملاحظة واحدة، أنا أتحدث عن عراق وعراقيين. نعم. أنا لا أتحدث عن هذا المكون أو ذلك، وأنا أصلا كعربي رغم كل استيائي من ما فعله رؤساء الأحزاب وخاصة قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق ومحاولتهم لتمزيق العراق وعلاقتهم بالكيان الصهيوني وكل هاي، كتبت مقال إنه موظفي إقليم وأبناء كردستان مسؤولية الحكومة التي يجب أن تدفع رواتبهم، إحنا ما لنا علاقة هذول قادتهم فاسدين أو لا، يجب أن ندافع عن العراق كعراق ولا نذكر هذا المكون وهذا المكون. اسمح لي بس هذه الملاحظة اللي أرجو أن يتسع صدركم. اثنين، أساسا
الآن السيد العبادي إذا أو كل الموجودين في العملية السياسية احسب أصواتهم، ها، حتى الذي جاءوا من على أساس مكون آخر وضد المكون المهيمن، 200,000 و300,000 و400,000 صوت، هذه من أعطاهم الأصوات؟ زوروا 100,000، لكن لا يزال هؤلاء يأخذون هذه الأصوات. الوجوه التي تأتي بالبرلمان والتي تصعد إلى البرلمان على الرغم من فشلها، ها، وعلى الرغم من تفاهة قسم من عدها، وعلى الرغم من فسادهم، كيف عادت إلى البرلمان للدورة الثانية والثالثة الآن؟ كيف؟ أنا انتخبت. نعم هنالك تزوير، التزوير الأكبر حصل في الدستور لما ألغيت نتائج محافظة الموصل ومحافظة ذي قار الرافضة للدستور لكي يقر الدستور، ها؟ هذا حصل تزوير واضح موجود. لكن في مجال يعني خلي يكون على الأقل، خلي نشوف في البرلمان هذا اللي أريد أقول. دكتور الأنبار ولا ذي قار؟ ذي قار وأنبار وذي قار والموصل، نينوى، ثلاثة، زين؟ خلي نشوف النفد، 10 نواب نظيفين، 20 نائب بالبرلمان نظيفين، خلي نشوف إنه وزيرين ثلاثة متفانين في عملهم ولا 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 يتسترون على الفساد في، خلي نشوف النفد شيء حتى نقول هذه الانتخابات جابت 10% انضاف، جابت 15% انضاف، مو ما يصير 100% ويعاد انتخابهم. أيوه. كيف يمكن الآن يعني الآن لما هذا المسؤول الكبير اللي دا يذهب للمحافظات وهو متهم بالفساد، خلي يشوفون صورته وماذا كان يلبس عام 2003 وكيف يظهر عليهم بهذه الأناقة وبهذه الملابس الباهظة الثمن في عام 2014 و2018، خلي قارنون كي أين كان يسكن عام 2003 وأين يسكن الآن، كيف يذهبون. لكن لما تشوف العقل وتشوف الناس يلتفون حوله ويهوسوله، وين النزاهة في بكل العراق بالمناسبة، شمالا وجنوبا وحتى في كردستان نفس الحالة، لا يوجد فرق بين منطقة ومنطقة أخرى. طيب أستاذ مصطفى، اليوم داخل ما يسمى البيت الشيعي، هم هكذا يسمونه، هناك صراع حول قضية حشد، من يريد حله، من يريد سحب السلاح، من يريد تحجيمه وبقائه، هل تعتقدون أن هذا الصراع حقيقي أم أنه فقط لتوزيع الأدوار؟ يعني فقط نقطة واحدة، أنا طبعا يعني أؤكد على ما تفضل به الأستاذ سعد في أن نحن لا نتحدث عن مكونات، نعم، إطلاقا أنا أرفض هذه الكلمة، ونحن نتحدث عن شعب العراق بشكل عام، لكن عندما نذكر بعض المسميات فإنما نتحدث للرد على من يدعي هذه المسميات. ما يظهر من خلاف بين أقطاب العملية السياسية أو حتى ضمن ما يسمى بالبيت الشيعي أو الائتلاف الوطني أو إلى آخره في موضوع مستقبل الميليشيات الطائفية الإرهابية تحديدا، حقيقة هذا لا يعدو أن يكون توزيع أدوار مفضوح لكل من يتابع تصرفات هؤلاء. الذي يعني يتابع تصرفاتهم يتأكد من هذا الموضوع. هناك قدر، طبعا نؤكد على أن هناك قدر كبير من الاختلافات الحقيقية والعميقة فيما بينهم فيما يتعلق بالمكاسب والمغانم، لكن ليس بينهم من يختلف على مصالح العراق وشعبه، هؤلاء يختلفون على مكاسبهم ومغانمهم وليس على مصالح العراق وشعبه، وبالتالي هذا أيضا يجري حتى بين الأطراف الأخرى في العملية السياسية. نعم دكتور سعد، يعني ألا تعتقد، إذا سمحت لي بدقيقة واحدة فقط أدركنا الوقت، ألا تعتقد أنه من المضحك جدا الآن بعد 14 عاما وصل الشعب العراقي إلى نسبة من الإدراك فيما يخص العملية السياسية، يعودون مرة أخرى السياسيون ليعيدوا الشعب العراقي بحياة رغيدة ووفرة وأموال وما شابها من وعود؟ أخي أنا قلت لك ما سرق ما أهدر هو أكثر من 750 مليار يبني العراق 4 مرات، نحن تحت الحصار لما كنا في العراق ميزانية الدولة العراقية كانت 6 مليارات دولار تدفع لنا الأمم المتحدة، حصة غذائية كاملة توصل للمواطن، رواتبنا بدأت تتحسن، الإعمار ما وجدنا فشي مخرب بعد الحرب.
الآن كل هالمليارات وين ده تذهب؟ هم باعترافهم يقولوا لك كلها ذهبت إلى أي مشروع، خلي يقولوا لي سوينا مشروع واحد، يجون وزير يعطوا فلوس لوزارته يسرقها كلها، يجون واحد يعطوا مبلغ حتى يعدل الصناعة أو الزراعة أو التجارة تنباق تسرق الأموال كلها. هذا ليس إصلاحاً، هذا لا يمكن أن يتم الإصلاح بهذه الطريقة أصلاً. أرجع وياك حتى أرويك الدجل، من كان صاحب فكرة تأسيس هذا البيت الذي أنت تتحدث عنه؟ نعم، شخص ملحد ولا يؤمن بالله، وأتحدى إذا يعرف يعدد 3 أو 5 أو 10 من الأئمة. أحمد الشلبي يضحكون على الناس بها. نعم. وكذلك المكون الآخر. نعم، الدكتور سعد ناجي جواد، كنت معنا من لندن عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في برنامج حوار سياسي. أستاذ مصطفى، كلمة أخيرة توجهها للشعب العراقي، خصوصا أن هنالك اليوم الكثير 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 من الأزمات يجب علينا أن نتبهلها. أنا كلمتي الأخيرة الحقيقة من شقين، الأولى للشعب العراقي، عليه أن أولا أن يعرف أن استمرار أولا وأخيرا عليه أن يعرف أن استمرار تدوير النفايات في الحكومات وفي الانتخابات القادمة تحديدا لن يحقق له لا أمنا ولا استقرارا ولا رفاهية كما يأمل. النقطة الثانية أوجهها، أو الكلمة الأخيرة الثانية أوجهها للمجتمع الإقليمي والدولي الذي يطالبنا بالتحلي بالواقعية. نحن عندما نعارض العملية السياسية أو نناهضها ونرفضها يطالبوننا بالواقعية. الواقعية لا تعني تزوير الواقع، وإنما تعني وصف بشكل دقيق والتعامل مع الحقيقة دون الإسراف في الأوهام والخيال. الواقع الذي أكدته السنوات الـ15 الماضية يقول أن في العراق سلطة من اللصوص والقتلة والمزورين، هؤلاء لا يمكن أن يبنوا دولة ولا يمكن أن نتوقع أي نتيجة إيجابية من عندهم. وبالتالي أي حديث عن توقع نتيجة إيجابية هو ليس واقعية، وإنما هو وهم وخيال. نحن من يطالب الأشقاء العرب والأصدقاء في الذين يطالبوننا بالواقعية، نحن نطالبهم بأن يكونوا واقعيين وأن يتعاملوا مع الحقيقة بشكل شفاف ذي مصداقية. أنت لا تتوقع من أن تجني من الشوك العنب. هؤلاء الذين يعني لا يتعظون من كل هذه المقدمات التي حصلت خلال 15 سنة يطالبوننا بالتفاؤل بانتظار النتائج، هذا أمر لا يمكن أن يحصل إطلاقا. رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا في حوار سياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لك. في الختام مشاهدينا الكرام، أشهر قليلة ونكمل 15 عاما على الظلم والقهر والقتل والوعود الكاذبة قدمت فيها هذه الحكومات ومن ورائها أمريكا، واعدين الشعب العراقي ببلد ديمقراطي مدني تكفل فيه كل الحقوق. لكن السنوات التي تلت سنة 2003 أثبتت زيف هذه الادعاءات، فأمريكا وبريطانيا أثبتتا أنهما قادمتا إلى العراق من أجل تدميره، والوثائق أثبتت أن هاتين الدولتين ما تمكنتا من ذلك لولا الافتراءات التي قدمها لهم من يسموا أنفسهم اليوم بسياسي العراق. هؤلاء اللئام الذين تجمعوا من أجل خراب بلدهم وساهموا في قتله وذبحه من الوريد إلى الوريد، وكل ذلك من أجل أن يسرقوا عراقنا ويسرقوا خيراته وثرواته وأمواله. وحين يسألون عن الشعب فهو آخر همهم. على أمل اللقاء بكم من جديد يوم الأربعاء المقبل في حلقة جديدة. تقبلوا مني أنا محدثكم أفاد الصقر أطيب التحيات، ومن كادر البرنامج من خلف الكاميرا أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.